السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مصطفى عبد الله. بأمر الله هنستمر معاكم في تعليم خريطة المعادن إن شاء الله. بنطلب منكم بس الاشتراك في القناة ودعم القناة، وما تنسوش تعملوا تفعلوا الجرس واللايك بأمر الله عشان الفيديو ينتشر لإيه؟ لأكتر الناس بأمر الله. الفكرة بتاعت النهاردة بأمر الله بسيطة، هي أنا لو عندي مثلا قطعة زي دي عايز مثلا أخد منها ملي من بره، تمام؟ حاجة زي دي كبيرة كده مثلا، انا ممكن ان انا امسكها على المخرطة كده واخد النص هنا، اخد مثلا هنا النص ده اخده ملي، وارجع اقلب القطعة الناحية التانية اخد النص التاني اللي هو الملي اللي فاضل كده. يبقى انا خدت القطعة مرتين، يعني انا كده خدت نص والناحية التانية خدت نص، تمام؟ طيب دي لو قطعة واحدة ممكن اعملها بالطريقة دي، لكن انا عندي لو عندي 100 قطعة لازم ان انا ادور على طريقة معينة او ادور على فكرة معينة امسكها بيها. الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده باختصار اسمه خراطة الانتاج. كل ما عدد الحاجات اللي انا عايز اعملها بيزيد، كل ما احاول على قد ما اقدر ان انا ابتكر طريقة توفر عليا شغل وتوفر عليا مجهود وتوفر عليا وقت، لان هو الوقت بيعتبر هو اغلى حاجة في خراطة الانتاج. فانا لو عندي دلوقتي حتة واحدة همسكها مفيش مشكلة، طب لو عندي 100 حتة يبقى لازم ان انا افكر لها في طريقة. طبعا في طريقه هنا احنا بنشتغل بيها بنعملها على طول، ان انا اجيب قطعه حديد عديده زي حته حديده عاديه زي دي، تمام، واعملها زومبه من قدام وامسك القطعه على زومبتين، تمام. طبعا شغل خراطه الانتاج ده شغل تاني، طبعا له مجال تاني غير شغل السوق، ولازم ان العده كلها تكون متحضره والحاجات كلها تكون جاهزه، تمام. انا هنا على طول عملت على طول حته هنا فيها مسلوب، وانا بعمل المسلوب هنا في ملحوظه، ما اعملش المسلوب واقف، لازم اعمل المسلوب يكون مريح شويه لورا، تمام. عشان لما اجي احط القطعه بتاعتي هنا ما تبقاش واقفه، بحيث ان هي تلقط على طول او ان هي تعشق ساعه ما ادخل بالزومبه اللي قصادها. يبقى انا كده عملت الشقه، عملت الشقه بتاعتي، تمام. اخش بالزومبا بتاعتي اللي قصادها واربط الغراب الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين كده، ادخل بالزومبا بتاعتي جامد كده. انا مسكت الشقة بتاعتي كمان، مسكت القطعة بتاعتي كده مظبوطة بأمر الله. ناخد منها الملي اللي احنا عايزينه او النص ملي على حسب المقاس اللي انا عايزه. الميزه في الشقه دي كمان الطريقه دي ان انا اقدر اغير الحته والظرف بيلف زي ما هو، تمام. ودي ميزه بامر الله كويسه بالنسبه لشغل الانتاج. طبعا انا ممكن اسرع سرعه اعلى من كده وممكن ان انا اشتغل اسرع من كده، طبعا هي دي النقطه اللي انا بتكلم عليها، الميزه ان انا اقدر اغير القطعه اللي انا بعملها والظرف شغال. طيب انا هدور المخرطه، اطلع بالزومبه دي، تمام، اخبط على دي شقطه دي وقعت كده خلاص، تمام. ادخل بالثانيه بدون ما ابطل المخرطه وبدون ما اعمل اي حاجه، ده شغل الانتاج. تمام كده، واغير بنفس الطريقه واكمل بنفس الشغل اللي انا عايزه. اهم حاجه في الخراطه بامر الله، ربنا ييسر لنا الحال وييسر لكم الحال، اول ما تجيلك شغلانه لازم تكون مفكر بالطريقه اللي انت هتعملها بيها، تمام.
يعني انا اول ما تجيلي شغلانه لازم يكون عندي فكرت في الاليه اللي انا هعمل بيها الشغلانه دي. برضو نفس الطريقه ممكن ان انا برضو اخدها شعره برضه الظرف شغال والمخرطة شغالة تمام. الحتة دي طلعت والحتة التانية على طول ادخل وراها بالزومبا. تمام كده بأمر الله فكرة بسيطة قلت نتعرف عليها مع بعض تمام. ما خدوش حاجة تقريبا يعني لو انا كنت عملت بالطريقة الاولانية كان زماني لسه في اول واحدة. دي بأمر الله نقطة هنتكلم فيها ان شاء الله. بالنسبة لشغل خراطة الانتاج في كذا نقطة ان شاء الله هنتكلم فيهم مع بعض تمام. شكرا لحضراتكم. ده شغل الإنتاج. تمام كده واغير بنفس الطريقه واكمل بنفس الشغل اللي انا عايزه. اهم حاجه في الخراطه بامر الله ربنا ييسر لنا الحال وييسر لكم الحال. اول ما تجي لك شغلانه لازم تكون مفكر بالطريقه اللي انت هتعملها بيها تمام. يعني انا اول ما تجي لي شغلانه لازم يكون عندي فكرت في الاليه اللي انا هعمل بيها الشغلانه دي. برضو نفس الطريقه ممكن ان انا برضو اخدها شعره. Thank you.